وصلنا لنهائي السوبر ليج. بيج بو، أداؤك صدم المنافسين. كان يفعل هكذا. يا رفاق، انظروا إلى التلفاز. شق سوبر سترايك طريقهم إلى نهائي كرة القدم. نعم يا أصدقاء. لكن منافسهم كوزموس إف سي لديه رسالة صغيرة إلى الرجال الحمر. بيج بو، يقولون إنك الأفضل وإنك لا تهزم حتى. إذن سأتحداك أن تثبت ذلك. تسديدة واحدة عند النهاية. فقط على وايلد ويست وورد، العرض الأقوى في الغرب. ضربات الجزاء في منتزه غربي؟ ما رأيك يا بيج بو؟ لنسرج خيولنا يا رفاق. بيج بو، تريد مواجهة النينجا قبل النهائي؟ بالتأكيد، راعي البقر كان الثالث على قائمة من أريد هزيمتهم خلف حارس المرمى والديناصور. لنشجع يا مشجعي سوبا. ليني شعاع الرعد، أنا لم أره منذ سنوات. كلاوس، وجدت الزي في قبو سترايكا لاند. ألهذا رائحتها كشطيرة البيض؟ لا، لدي طعامي هنا. مقزز جدا يا صديقي. يمكنكم تخزين جميع انواع الاشياء. التسليه ومشروب برسلوفيا المفضل وصديقي الصغير جورجيو. عليك ايجاد شخص يلعب دور ليني في النهائي. ارجوك يا كابتن، انا على دكه الاحتياطي. هذا لا يعني انه ليس عليك ان تصب كل تركيزك على المباراه. هذه قريتي المفضلة. كلاوس، ماذا قلت بشأن ذلك الزي؟ أنا أعرف أعرف، لكن هذا أفضل مكان لإيجاد شخص يلعب دور ليني. عندما أريهم الجوائز سيريدون أن يصبحوا ليني الجديد. حسناً. مرحبا يا سوبر سترايكا، اهلا بكم في قريتي. اليكم هذا، انه على حساب المحل. ما دولارات؟ انها العملة الرسمية لوايلد ويست وورد. والان اذهبوا. كيف ذلك؟ يبدو أن هاتين اليدين للعرض فقط. دعك منها يا صديقي، الألعاب الكرنفالية مزورة تماماً. أراك لاحقاً أيها الشاب القوي. غرفة الاستراحة. مخفوق الحليب. حليب واحد؟ اجعلهما اثنين. اسمي هو تشيلي دوغ. ماذا أتى بك أيها الغريب؟ أنا أبحث عن شخص ليلعب دور ليني شعاع الرعد، وإن كنتن جاهزات للعمل. هيا، إنه شيء رائع.
جماهير كثر بالإضافة إلى ذي الأنيق والكثير من أماكن التخزين. إليكم، خذوا نشرة. اسمع ليني، أن تكون تميمة في نهائي السوبر ليج هذا، هذا ما نحلم به جميعا. إذن ما المشكلة؟ إنه هو. باك باك. تنحوا جانبا أيها النكرات عديم النفع. التميمة الرسمية لنهائي السوبر ليج تمر أمامكم. أنت؟ هذا ليس لطيفاً. ومن تكون أنت؟ ليني شعاع الرعد. أنا أسرع وأسوأ وألطف التمائم التي شهدتها هذه البلدة. أنا نجم الكون. والآن لما لا ترعد من هنا قبل أن تحرج نفسك؟ قد أفعل، وقد أريك بعض الحركات الكهربائية جداً. أجل أجل. جميع الفرق إلى مواقعكم، العرض على وشك البدء. هذا لم ينتهي بعد. هذا رائع، لم أرى أحداً يواجهه بهذه الطريقة. ستكون ليني في النهائي، أليس كذلك؟ نعم، أنت وضعت حداً لسوء تصرفاته إلى الأبد. أنا لا أستطيع. افتتاح ويست وايلد وورد، أنا فخور بتقديم عرض التسديدة الواحدة في هاي نون. بخير؟ لقد كنت أعرف أين تتجه الكرة. لا تقلق يا رجل، كانت تسديدة محظوظة. نعم، أعتقد. لقد صنعت الكرة المزيفة بشكل رائع. عندما أعطي الإشارة كلكم تعرفون ما عليكم فعله. إنك تخلط بين استعاراتك قليلاً يا ماك. هيا يا بريندا، إنه نهائي لسوبر ليج، علينا أن نضع جميع الأشياء معاً ونستخدمها في تعليقنا اليوم.
كوزموس يسيطرون على المباراة. لكن هناك رجل واحد يقف لهم بالمرصاد. صامدة من الموهبة المولودة بشكل طبيعي. حسناً، هذا يكفي. دائماً تتفوه بالخرافات. لا تضخم الأشياء هكذا. أنا أحاول أن أضع التوابل على الطعام. توقف! أسمعوني النون والجيم، أسمعوني الميم، ومن ثم حسناً لا أحتاج إلى التهجئة. أنا نجم الكون. أرجوك، عليك أن تدعني ألعب دور ليني. المشجعون يحتاجونه. ظننتك تحاول إيجاد شخص آخر. لقد حاولت، لكن جميع التمائم تهاب مواجهة نجم الكون. حسناً، لكنني أريدك من أجل الشوطين الإضافيين. مرحباً. إن كنت تريد الحقيقة، قابلني في المرآة. الحقيقة؟ ماذا؟ من هذا ال... الفريقان لم يحسم الأمور في الوقت الأصلي. سنلجأ إلى الشوطين الإضافيين. نعم، سنفعل. ستستاء حقا لأنني لم أعجب بتعليقاتك اليوم. لا. وفجأة يعود سوبر سترايكا إلى الحياة. هذا يبدو رائعا. تسديدة جيدة من تايجر، والحارس يتصدى لها. والآن هناك فرصة للهجمة المرتدة، لكن نينجا يختار لعبها بأمان، وهذا غريب من قبله. بالتأكيد. لماذا يلعبون بشكل دفاعي فجأة؟ مرحباً، هل من أحد هنا؟ فلتبقى مكانك. المباراة مزورة، سيفوز الكوزموس باللعبة مهما حدث. كي؟ لقد قلت الكثير. إن اكتشف النجم ذلك. انتظر، لماذا تساعدنا؟ لأنك ذكرتني بشخصيتي الحقيقية يا لاني. أنا المحققة تشيلي دول، مسؤولة القانون. لقد شرف الشوط الإضافي على النهاية، والنتيجة تعادل. كوزموس يريدون التوجه إلى ضربات الجزاء، لكن سوبر سترايكا لا تريد. ينطلق الرجال الحمر في هجمة أخيرة. شيئاً. كانوا يلعبون من أجل ضربات الجزاء، لكن لما سيسعون لذلك بالرغم من مستواهم؟ لأن الكوزموس يغشون. كلاوس، أين كنت؟ كنت أكتشف الحقيقة، وجلبت لكم بعض البرتقال. اسمعوا يا أصدقاء، المباراة مزورة. كيف؟ هذا الفتى، الصبي من لعبة اختبار القوة، هو فتى كرات الملعب. لا يمكن لذلك أن يكون مصادفة. ليس هذا الشيء الوحيد المزور في وايلد ويست وورد. منافسة الركلة الواحدة. أعلم أن الكرة تحركت باتجاه آخر. إذن فسيعتمد الكوزموس على كرة مزورة في ضربات الجزاء. لكن أين يخبئونها؟ لأنني نجم الكون. أصدع في النهار وأصدع في الليل. نحن يا سادة، كل شيء يعتمد على من سيصمد تحت الضغط.
ها أنت أيها الصبي. أنت انتظر هناك. يتقدم الشيكس أولا. هل سيفعلها ويفتح الطريق لباقي الفريق؟ والآن حان دور فريق كوزموس. اتجه بيكبو إلى الجهة الصحيحة، لكنه لم يصل إلى الكرة. حسناً، لقد ظهرت أخيراً. ظننتك ستصفر من الخوف حين تواجهني. ها، ظننت أنك لا تعرف أنا أحمر. كما أنه لا يهم مظهرك الخارجي دائماً، بل الأهم هو ما في داخلك أنت فقط. أوه، هذا رائع. لابد أن من تعرفهم يشبهون الثلج. لا لا لا، لقد أخطأت الفهم. أنا أعرف على ماذا يحتوي رداؤك، وسأقوم بأخذها منك. افسح الطريق. لا، لقد مللت تخويفك لي. انتهى الأمر، أعطنا الكرة. تعال وخذها. أنا نجم الكون. لا. يبدو أن هذا يعود إلى منفذ ضربات الجزاء. النتيجة تشير إلى هدفين لكل فريق، ويتقدم كابتن فريق سوبر سترايك للتنفيذ الآن. وها هم يتقدمون حتى الآن. هل كوزموس سيبقي الأمور متعادلة؟ يتقدم الآن تايجر لتنفيذ الضربة الرابعة للسوبر سترايكر. ويتقدم الرجال الحمر في النهائي. لا يجب أن تجري الأمور هكذا. أين تلك الكرة الضائعة؟ كل ما حدث أوصل الأمور إلى هذه الضربة. إن تمكن بيج بو من صد هذه سينتهي كل شيء. يبدو أن نينجا لديه مشكلة مع كرة المباراة. ما هو هذا الشيء؟ حجز سوبر سترايكا مقعداً لهم في النصر بعد الانهيار والهزيمة في الوقت الذي تتم فيه كتابة التاريخ. والآن هذا هو التعليق يا بريندا. أعترف إليك يا كلاوس، أنت تستحق تميمة لين. في الحقيقة أنا موجود هنا. إذن من الذي كان هنا؟ أفضل تميمة قابلتها في حياتي.
لا أحد يستحق أن يكون ليني غيرها. شكراً. ودائماً ستبقين تشيلي دوغ بالنسبة لي. أوه، هذا لطف منك. في الواقع اسمي هو ريبيكا. برنامج روبرونسون. إنهم صناع الحدث والمسؤولون عن المتعة، وهم قادة في الملعب. سأتحدث مع اثنين من أعظم قادة كرة القدم قبل اللقاء المنتظر بينهما. رحبوا معي بدانسينج راستا من فريق سوبر سترايكا، وفلاديمير سافيتش من فريق غريم اف سي. راستا نجمي المفضل. سرني القدوم إلى هنا. تحياتي أيها البشري الصاخب. حسناً، ما هو سر القيادة على أرض الملعب؟ أنا آسف لتخيب ظنك، ولكن لا توجد أي أسرار. أعرف فريقك، ثم أعرف الخطة، وكن قدوة لهم، هذا فقط. وما رأيك يا فلاد؟ يصبح النصر مضموناً عندما تستطيع رؤية المستقبل. إذن هل تستطيع إخباري ماذا سأتناول على العشاء؟ المعكرونة بالجبن بمفردك. إن كتاب الجريم الأسطوري والقوي يسمح لي أن أعرف كل الأحداث قبل أن تحدث بفترة. شاهدوا القوة الهائلة للتكتنوميكون. أنا أفضل أن أوفر حركاتي للمباراة. أهلا بكم في فريتيفيا، مدينة غريم اف سي. كيف تجرؤون على إهانة العظيم فلاديمير سافيتش؟ أرجو. يا تشيكس، تغلب الجريم على آيرون تانك بأربعة أهداف، وسافيتش سجل جميع الأهداف. لن يكون الأمر بهذه السهولة عند مواجهتنا. أجل، وإن استطاع رؤية المستقبل، كل ما سيستطيع أن يراه أن راستا يهزمه شر هزيمة. إن تعاوننا معا والتزمنا بالخطة، سنتغلب على فريق الجريم. حسنا يا رفاق، تجمعوا، صورة جماعية. هذا جميل. هل تعرف ماذا تعني كلمة مجموعة؟ في الحلقة السابقة من موديل ستودينز، تيري يحب جينا، لكن جينا تحب بروس. في هذه الأثناء صرح كل من موريس ولورنس بحبهما لمونيكا، وتركاها في حيرة من أمرها. أنا أيضاً في حيرة، لماذا تشاهد هذا المسلسل؟ صحيح، كن جدياً يا كلاوس، كفى مسلسلات للمراهقين. ها، موديل ستودينز ليس مسلسلاً للمراهقين، إنه قصة كلاسيكية عن الحب والتعلم تدور أحداثها في جامعة لعارضات الأزياء. وأيضاً إن شخصية لورنس مأخوذة عن شخصية الماتادور. لكنه لا يشبه الأصلية بشيء. صورة في الحافلة. أوبر، ما الذي حدث هناك؟ لا يهم كم أنتم أقوياء أو تظنون كذلك، لن تستطيع إيقاف قوة الكتاب الجهنمي سوبر سترايكا. شرفتم مركزنا. أثق بأن منشأتنا ستكون كافية لتحضيراتكم. أجل، هذا الشيء تحفة فنية. المطبخ، غرفة الطعام، غرفة السينما، والأهم من كل ذلك، هذا هو ملعب التدريب. إنه ملعب دي. أيها المدرب بالمونتا،
ألا تعتقد أننا نستحق ملعباً أفضل بقليل من هذا؟ أوه لا تقلق، إنه أفضل ملعب. ودي ترمز إلى زنزانة. وأخيراً دعوني أريكم المكان الذي ستقيمون فيه. أتعلمون إنه في القرن السادس عشر في فيرتوفيا كان يعتبر وجود حمامات في غرف النوم أمراً مواكباً للعصر؟ استمعوا جيداً، إن أداء فريق غريم على أرض الملعب أفضل من أدائهم خارجه. وسافيش الشخص الأساسي الذي يدير كل شيء، إنه ينظم اللعب، يسيطر على الوسط، وكذلك يؤمن الأهداف لزملائه. واو، يعرف إلى أين ستذهب الكرة ويمررها دون أن ينظر. يبدو الأمر وكأنه يستطيع. تعرفون رؤية المستقبل؟ أوه لا، لا تقلق يا كلاوس، تأكد أنه لا يوجد شيء خارق. أنا لا أتكلم عن سافيج. انتهى الموسم الرابع من موديل ستودنتس بحدث مهم، إنه حفل تخرج في جامعة الموضة، وعلى الطلاب أن يعرضوا أزياءهم لينجحوا. ولكن العارضة مونيكا لم تقرر بعد إذا كانت تحب موريس، وهو غالباً مصاص دماء، أو لورنس عارض ملابس الرياضة. على أي حال، بينما كان موريس يعرض الثياب، سحب لورنس قطعة خشبية من شعره. هيا يا رفاق، المسلسل جيد. ماذا؟ يجب علينا أن نكون حذرين. حسناً أيها المدرب، أمتأكد أنك تريد أن تحبسنا هنا؟ واو، يبدو مريباً يا رفاق. هذا مريب حقاً. إن سافيج لاعب وسط رائع، وبالتأكيد لا يقدر على رؤية المستقبل. عندما تعرف كيف يلعب الآخر، فإن معرفة الحركات القادمة لا يعد شيئاً خارقاً للطبيعة. واحد، اثنان، هل تظن أنك ستتجاوزنا يا كابتن؟ لن أفعل. ثلاثة، آسف يا شيكس، تمريرة سيئة، نحن بحاجة للمزيد من التدريب. لابد أنك تمزح، كان ذلك مذهلاً. أجل، أجل. صحيح، كان ذلك رائعاً يا كابتن. مذهلاً، ذلك جميلاً. تمريراتك كانت مذهلة. أعتقدت أني أوقفتك يا كابتن، ولكنك كنت متقدماً. تدريب رائع يا رفاق. أتشوق جداً لهزيمة غريم. ما هذا؟ هذا يا شيكس، لأنك لا تعرف طعم الهزيمة القاسية التي في انتظارك. دعني أخمن، رأيت هذا مسبقاً في ذلك الكتاب المصحوح. أنت تعتقد أن راستا يستطيع مجاراتي، لكني أستطيع رؤية 5 حركات مستقبلية. كابتن فريقكم لا يمكنه أن يرى إلا 3. أو الماتادور، أعتقد أنه الوقت المناسب لالتقاط صورتي الصفا. كيف علم سافيج بتدريباتنا؟ فعلاً هذا غريب، ولكن ذلك الباب الضخم كان مقفلاً، من المستحيل أنه قد رآنا. لابد أن هنالك خدعة ما، صحيح؟ ولكن كيف يمكن حدوث ذلك؟
لقد بحثت في كل منتديات المسلسل وقرأت كل آراء المشاهدين، لكن لا أحد يعلم الحقيقة. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما الذي حدث هي أن أرى المستقبل، كتاب تكتونوميكون. لا لا ما الذي تفعله؟ أبحث عن كتاب تكتونوميكون، ربما خبئ في غرفة سرية. ربما تكون مثل مذكرات موريس البالغة من العمر 300 عام ومخبأة في سكنه في جامعة فان فان. جينا حصلت صورة الملل بينما كانت تبحث عن تيري الذي كان رجلا آليا، وإلا لما استطاع الانتظار كل تلك المدة. الماتادور؟ إنه مسلسل جيد. أرجوك أيها المدرب، تدربان في يوم واحد؟ فلتشتكي للكابتن، هو من طلبكم، لديه شيء عليكم جميعا رؤيته. ولكن كلاوس والماتادور لم يأتيا. هل يعلم أحد أين ذهب؟ أنا أعرف، كلاوس يريد أن يعرف ماذا حدث في ذلك المسلسل السخيف، بينما يحاول تحطيم الرقم القياسي للصور. هاي يا رفاق، أعتقد أخيراً أني جاهز للمباراة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أوه، هذه الأنفاق طويلة جدا. صحيح، مثل تلك المرة التي حاولت فيها الطب. صورة الصمت. انظر هناك. أنا أدعو القوة السحرية الخارقة للكتاب لكي تكشف لنا الستار عن أحداث الموسم الخامس من موديل ستودنتس. أرجوك اكشف ماذا حدث في الموسم الخامس من موديل ستودنتس. أرجوك أيها الكتاب. لا أفهم. كما حدث أيضا في مسلسل موديل ستودنتس. ليس مسلسلا جيدا يا كلاوس. كان ذلك وشيكاً. حقاً جيد أننا اختبأنا قبل مجيئهما. يمكنك أن تتخيل حجم المشكلة إن وجد الكتاب الحقيقي. يوم مباراة ملعب الكولدرون، سافيج أرعب فريق المدرب أيرون تانك بسيطرته على وسط الملعب. الفريق الأحمر ليس بتلك السهولة يا ماك. هم بحاجة لشيء سحري ليربحوا المباراة، وقد يكون لدى فريق غريم السحر. حسناً، لا تقل لي إنك تؤمن بتلك الخرافات السخيفة. حسناً، أحياناً أعلق على المباريات بشكل دقيق وأتساءل إن كنت أملك السحر. هذا شيء سخيف مثلاً؟ ها؟ من سينتصر في معركة الكاب؟ الكابتن؟ توقف! ثم تندفع بكل قوة.
رؤية مستقبل مخيفة لكابتن غريم. أوه! أطلق تسديدة قوية! كان ذلك وشيكاً على السوبر سترايكر. يا للروعة! يبدو أن راستا بدأ بإظهار القليل من سحره للسافيج. قريب جداً! حظ سيء لسوبر سترايكر! أليس من الممكن أن يكون راستا أيضاً؟ لاعباً جيداً جداً؟ أستطيع مقاطعتك. أوشك الشوط على الانتهاء وما زلنا دون أهداف. الكابتنان يجاريان بعضهما بالأسلوب نفسه. توقف عن هذا الهراء، فلقد اكتشفت كل شيء. أيها المغرور، دعني أريك الآن قوتي الحقيقية. ثم إلى اليمين قليلاً. أمر لا يصدق! يبدو وكأن السافيج في كل مكان بالملعب. ماذا؟ هدف! مرة أخرى! فلاديمير سافيج يأخذ زمام المبادرة لفريقه. وإذا استمر الوضع هكذا، ليس عليك أن تكون عرفاً لتعرف أن فريق سوبر سترايكر يهزمون. إننا نتحسن في هذا. أقنعتكم يا رفاق أنني أستطيع قيادتكم، لكني خذلتكم. إن معرفة الفريق والخطة لا تفيد في مواجهة السافيج. ربما يستطيع معرفة المستقبل. وإن يكن، لا يهم إن كان يملك 8 أرجل أو أكثر. بقيادتك لنا نستطيع هزيمة أي أحد في أي وقت. أنت كابتن فريقنا، أنت لها يا كابتن. صورة تجمع الفريق. لا تقلقوا، سأظهر الجميع هذه المرة. أعطني هذا. لا، أريد أن أوثق اللحظة المميزة، بل والجمالية أيضاً. ما هذا؟ أنا أفضل لاعب في سوبر ليج. لا، أقصد ذلك الشيء الصغير في الخلفية. ما هذا الشيء؟ وهو هنا أيضاً. وماذا يكون؟ إنها كاميرا للتجسس. سافيج لا يعرف المستقبل، بل إنه يتجسس علينا. هكذا إذن عرف طريقة تدريباتنا. وكيف إذن تفسر بصيرته على أرض الملعب؟ أعتقد أني أعرف. حسناً يا سافيج، ها قد بدأنا. تمريرة 70 درجة يساراً. تمريرة للوراء وارقد يساراً. 30 درجة يساراً. انتبه من... تظن أنك تستطيع مواجهتي؟ لقد رأيت المستقبل، وعالمك المزيف يوشك على الانهيار قريباً. ما هذا الذي يفعله شيكس؟ لا يمكنني التنبؤ بهذا يا بريندا. الآن الأمر بيننا فقط. رائعة من راستا. ها هو سافيج قادم. راستا يسبقه إليها، وشيكس يتقدم. أعتقد أن كلينا يعرف ماذا سنقول هذه المرة. صحيح يا بريندا. هدف!
لعبة رائعة. أوه لا، تم إلغاء مسلسل موديل ستودنتس. لن أعرف أبداً إن اختارت مونيكا موريس أو لورنس. إنما يسعدني أننا لن نعرف هذا. انظروا إلى الأعلى. حقاً؟ اعتقدت أن الجريم قد تعلموا الدرس. دعونا نسقطها. انتظر 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 انتظر، إنها لي. صورة جماعية من الزاوية العليا. تجمعوا يا رفاق. لا أو 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 دعوكم من فريق جريم اف سي. هذا وجه مخيف. لا يا رجل، إنه يوجه ويسدد ليحرز هدفاً. قريباً ستكون في كل المحلات. إنها لعبة الماتادور الرسمية بشعر ناعم لامع مع الإكسسوارات وعبارات لطيفة جداً. أنا الأفضل. أجل أجل، أنت كذلك. ستكون في الأسواق الأسبوع القادم. هذا سيشعر الماتادور بأنه أكثر شهرة. أجل، هل تعلمون معنى هذا؟ أجل سيجعله هذا يلعب أفضل من المعتاد. هذا ما كان ينقصنا قبل المباراة. كان سيدعمنا المشجعون أكثر لولا تلك الدمى اللعينة الخاصة بكم. المشجعون الأسوأ، رائحتهم لا تطاق. لقد كنت على طبيعتي. فريق آيرون تانك ضد سوبر سترايكر، وها هم يدخلون. انظري إلى هذا الترحيب، إنهم يحبون الماتادور. وهو أيضاً يحب الشهرة يا ماك. المشجعون، من يحتاج إليهم؟ يجب أن نهتم بمجال الألعاب يا رفاق. نحن في الشوط الثاني وما زال التعادل قائماً. هل سيتقدم الأحمر على مضيفه؟ هكذا يمرر راستا للشيء. شيكس إلى الماتادور. ما هذا؟ هل يستطيع أن يسعد المشجعين؟ أجل معجبي، هذه من أجلكم. مذهل، حركة موفقة من الماتادور. الماتادور 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 الماتادور. رجل المباراة، ما شعورك بعد تحقيق الفوز على الماتادور؟ أجل شكراً أيها الجمهور. الماتادور مع شكور المعجبين. أحبكم جميعاً، ولا تنسوا شراء دميتي الأسبوع القادم، ستباع بالإكسسوارات. الماتادور يتوجه للوسط ويمرر. أنا أمزح، لا يمرر بل يصوب ويحرز هدفاً. هيها. حيلة رائعة لتغير شعرك. هذه مجرد عينة فقط يا نورث. الأسبوع القادم ستطرح النسخة النهائية وستكون الهدية الأروع لمعجبيه. أو لن تكون هدية إن دفعوا ثمنها يا الماتادور. لا يهم، سينجح أكثر من فيزلبوم. بلاك يقول إنك ستنجح أفضل من مشروبه. فيزل بوم، هذا الشراب الفوار بطعم الدواء. مستحيل ألا تحقق دميتي المبيعات. هيا أخبريهم يا دميتي. أحب المشجعين والمشجعون يحبونني. مهلا، هل يمكنني أن ألقي نظرة؟ لا تلمسها أبدا. حسنا، ربما علي أن أصنع لعبتي الخاصة. أكثر لليسار، هذا جيد. لا، يمين. أجل، أسفل،
أسفل أسفل أعلى أسفل 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 أسفل. أجل هكذا. أجل هذا جيد. إنها دمية المتادور. حسناً يمكنك الذهاب. المحل بوسط المدينة. لقد فهمت. أجل أجل سأفعل كما تريد. سنلتزم بالخطة يا سكارا. نحن نحتاج إلى كل دمى المتادور. أجل ماذا؟ لقد وصلت النسخة النهائية. تشبه باقي الدمى. لا يا تايجر، إن هذه خالية تماماً من أي عيوب. مثالية من كافة النواحي. هيا فلتقم بفتحها. ماذا؟ هيا افعلها. لا لن أفتحها، إن هذه نسختي الأولى. يجب أن تبقى في العلبة إلى الأبد. أجل، يمكن للجيل القادم لسوبر سترايكرز أن يروا عظمة اللاعب الماتادور. هذه لعبة، المهم هو العدد الذي سيشتريها. أنا أخمن أن عددهم قد يصل إلى المليارات. تنتظر، افتحها. حسناً، هيا قم بالضغط على الزر. المشجعون الأسوأ رائحتهم لا تطاق. ماذا؟ من داخل ملعب فايس. أجل، المباراة الحماسية بين إمبزابل يونايتد وفريق سوبر سترايكا. هيا بنا. مشجع الفريقين يهتفون بقوة، لكن أي فريق سينتصر اليوم؟ حسناً يا رفاق، لا يجب أن نجعل عدد جمهور الفريق المنافس يخيفنا. لك هذا كابتن. سنلعب حسب الخطة. إيصال الكرة لي. ما هذا الشيء؟ إنها دمية كلاوس المميزة، صنعتها بنفسي. أنت تمزح. انظر إلى دميتي يا إلماتادور، هل أخافتك؟ فلتبعدها عني. ما رأيكم فيها؟ المباراة؟ هيا بنا. لا يمكنني ترك الجمهور. حان الوقت لنرى الماتادور. وتبدأ المباراة. أين يتجهون يا بريندا؟ نحو رجل الساعة الذي يحبه الجمهور جداً. حتى المعلقون يحبونه. إن دمية الماتادور انتشرت في المحلات. أنت سيء. هناك خطأ، الجمهور يهتف ضد اللاعب الماتادور الآن. بعد أن كان يحتفل به سابقاً. إن هذه ضربة غير موافقة. وفجأة تغير مسار اللعبة. انتبهوا سوبر سترايكا. إنها الهزيمة للفريق الأحمر. هناك تغيير في لعب هجوم سوبر سترايكا. وأكثر تغيير محير هو ما حدث لجمهوره اليوم. ربما يمكننا الحصول على تعليق منه. الماتادور،
نتيجة سيئة وجمهور غاضب، أليس لديك شيء لتقوله لهم؟ لا، لن أضيف شيئاً، شكراً يا لينا. عذراً، آنسة لينا، أنا لدي خبر عاجل من عالم تجارة ألعاب الأطفال. الماتادور أفضل، هذا في الماضي. في الماضي كنت كذلك. هذا غريب، لماذا انقلب الجمهور ضدك؟ إن طعمه لذيذ. ما قيمة أن تكون نجماً كبيراً إن لم يحبك المعجبون؟ انظروا، لقد بيعت كل ألعاب شخصيتك. ماذا؟ هذا حقيقي؟ أجل، الخبر صحيح، دميتي تباع كالكعك. إن لعبة الماتادور الأفضل على الإطلاق. قدمها مع فيزلبوم. لا يمكنني أن أقبل أن تكون دميتي بجانب فيزلبوم. أجل، الطريقة الوحيدة للتخلص من المشروب نجعل شيكس يشربه. إنه يفعل ما تقوله بالضبط. إن كان الجمهور يحبك لما كرهك الآن؟ إنهم يكرهون شخصاً آخر. أجل، كيف يكرهون شخصاً يمتلك هذه اللعبة الظريفة حقاً؟ كفى حديثاً عن اللعب، هيا بنا لنعد إلى كرة القدم. تذوقوا هذه الركلة، وهذه من أجلكم، اللعب السحري. الماتادور أفضل اللاعبين، لقد عد. أيها الناس، هذه حقيقة، لقد عاد. أجل، العودة في سترايكر لاند. هل ماذا؟ هل اشتريت لعبة؟ أجل يا بريندا. وكيف تبدو أنت لم تفتحها بعد. ماذا؟ لن أفتحها أبداً. إنه ملعب سترايكر لاند، جمهوري، هنا سأربح أو أخسر. أجل، مستحيل التغلب علينا في أرضنا. إنهم يكرهونني أنا شخصياً. سترايكر لاند كلها تكره الماتادور. مهلاً، إلى أين تذهب؟ لا يمكنني الخروج هناك، رأيت ما فعلوه في فايس. تخيل، هنا وعلى أرض سترايكر لاند. لماذا انقلب الجمهور علي هكذا وأصبح يكرهني؟ اعتقدت أن صنع دمية تشبهني سيجعلني مشهوراً. إن عالم تجارة الألعاب صعب. يا الماتادور، انتظر هنا. بعد إطلاق لعبتك، لماذا فجأة انقلب معجبوك ضدك؟ ربما يكون حدث خطأ ما؟ ماذا؟ هذه اللعبة مثالية، إنها تشبه الماتادور. انسى ذلك. ربما اختلف النموذج الذي طرح عن ذلك، علينا التحقق من الأمر. تأخرنا يا شيكس، لقد بيعت جميعاً في كل مكان. لا بأس، أعلم من أين الحصول على واحدة. اتركها يا الماتادور. ليس النسخة الأولى يا شيكس، ليس النسخة الأولى. هيا يا صديقي، هذا من أجل مصلحتك. لما تتصرف بهذه الطريقة يا شيكس؟ الأولى. ماذا؟
المشجعون الأسوأ رائحتهم لا تطاق. لكن كيف؟ المشجعون الأسوأ رائحتهم لا تطاق. 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 لا أصدق أنك أردت لعبتين من هذه. أنا لن أجادلك. من أجل توفير طاقتي لأهتف ضد المتادور. كلا الفريقين يخرجان الآن. وبعد خسارة الأسبوع الماضي، إنها فرصة سوبر سترايك لتحسين النتيجة. علينا هزيمة يونايتد. لهذا يكره الجمهور الماتادور. سيء. أنت ستكون بخير، صحيح؟ لقد تم خداعهم. لن أسمح ليونايتد بأن يفلت بهذا. لقد بدأنا. برغم ما جرى في فايس، يبدو أن سوبر سترايك ملتزمون بخطة الهجوم. يمررون الإلماتادور. هذا ليس خطأهم. هذا ليس خطأهم. لمن قلب المعجبون على إلماتادور؟ نحن معلقون ويجب أن نعرف كل شيء. هذا محبط جدا. أنا أشعر أن الجواب موجود تحت شاربي تماما. اضغط. لا أحب المعجبين، والمعجبون لا يحبونني، والآن لا أحرز أهدافاً، وسنخسر الدوري قريباً. أخرجني يا كابتن، إنها الطريقة الوحيدة. لا يمكنني اللعب دون دعم الجمهور لي. لو أثبتنا للمعجبين أنها دمية سكارا وليس أنت. ربما نحتاج إلى بعض الدعاية. هل قلت الدعاية؟ دور فيزل بوم؟ أجل، لا مانع. أخيراً، مقابلة مع أكثر لاعبي الدوري جماهيرية. حسناً، ستكون مقابلة مختلفة لإثبات براءة الماتادور. إنه رائع وجذاب وكل شيء تتخيلونه. إليكم دميتك لاوس لاعب الكريكاس. غير معقول. مع كل هذه الإكسسوارات. حسناً، ليست إكسسوارات حقاً، ولكن لديه صديقان رائعان. أقدم لكم الماتادور وأعكس الماتادور. المشجعون الأسوأ. المشجعون الأفضل. الأسوأ. الأفضل. الأسوأ. الأفضل. الأسوأ. الأفضل. المشجعون الأسوأ، لا تجعلوني أتحدث عن هؤلاء المعلقين الفاشلين. مهلاً، هناك خطأ. إن الدميتين مختلفتان. يبدو أن كليهما يحتاجان إلى فترة استرخاء. فيزل بوم لا ينصح به أطباء الأسنان. يبدو أنه تم خداع جمهور الماتادور. ليس بعد الآن. لما تم كشف الحقيقة؟ والسؤال هو، هل عاد الماتادور لطبيعته؟ لاعب الكرة الأفضل. هل سينجح الأمر؟ هناك طريقة لمعرفة ذلك. الماتادور! 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 الماتادور!
شيء لا يصدق! النتيجة 3-0 والفوز لفريق سوبر سترايكا! أنا الأفضل! أنا الأفضل! حسناً، أنت ثاني أفضل لاعب يا دميتي! حسناً، فلنجمع أغراضنا ولنذهب. لينا! ألديك وقت لإجراء مقابلة؟ يا كلاوس، يجب إطلاق نسخة لعبتك الآن. هل حقاً تعتقد أن نموذج لعبتي جاهز للبيع؟ أجل، هناك أشخاص قد يحبون هذه اللعبة. كانت هذه فكرة سيئة. هذا فشل ذريع. لا أفهم لما غيرناها، أحببت القديمة. المشجعون الأسود رائحة. لا تنطلق. يا رفاق مرحباً، انظروا لقد وصل الطرد. ممن؟ إنه مجهول. فلتفتح. خسرتم. ما هذا؟ أبعدوها عني. إنها مخيفة جداً. لما يصنع أحد مثل هذا الشيء الرهيب؟ تسديدة جيدة بمجهود فردي. في المباريات الحقيقية أبذل كل جهدي من أجل الفريق، لكن هنا لا أستطيع. شيكس أيها الفاشل. شيكس أيها الفاشل. واو، يبدو سكارا كما لو كان حقيقيا. نعم، إنه لا يحب شيكس بالفعل. عمل جيد يا بروفيسور، هذه المحاكاة رائعة. شكرا كابتن راستا، ستنتهي المحاكاة خلال 3-2-1. ووو، هذا مذهل. إنه رائع. كان مذهلاً. أعتقد من المفيد القول أننا مستعدون لكل متغيرات الجو. أعتقد أننا قد لعبنا تحت المطر، فقد أفسدت هذه الخوذة شعري. بروف، إن هذا الاختراع كان مذهلاً. هذا مجرد مثال بسيط لإمكانياته يا شيكس، فالجهاز قادر على محاكاة أي لاعب من تاريخ البطولة. حسناً، من هو أفضل لاعب لديك؟ دعني الآن أتفقد المعاملات لدي، سوف أزيد معدل المهارة. إليريتي نجم النجوم. هذا لا يفاجئني، إنه كان يملك ضربة رأس أسطورية عندما كان بشعره. إدوين ملك مهارات السامبا. لم أرى أي شخص يتحكم بالكرة مثلما فعل إدوين. سبايك داوسن، إنه مرعب حراس المرمى. وهو لم يكن يدعى داوسن الرائع أبثاً. وأخيراً ولكن ليس آخراً، أقدم لكم أصغر مدرب للمهارات، العبقري. ليس لديه هيئة العباقرة، انظروا إلى قصة شعره. إن هذه كانت هي الموضة في حينه. ماذا تقصد بقولي في حينه؟ لا تتجرأ على التفكير في هذا يا شيكس. خططت لتحضيراتنا بكل عناية، ولا يمكن لي أي شيء أن يغير جدول العمل هذا. سوف ألتقي بكم غداً لأداء بعض التمرينات في عالم الواقع. كان ذلك رائعاً. تدريب جيد. نعم، رائع. اسمعوا يا شباب، إذا قمتم باللعب بهذه الطريقة، وإنفيزيبل يونايتد لن ينال فرصة الفوز. ولكن هناك ما عليكم القيام به تحضيراً لمباراة نصف النهائي.
الاسترخاء. لديكم إجازة للغد. لكن تمهلوا، أريدكم على أحسن حال. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما هذا الذي تفعله يا دينجان؟ أقوم بالمراقبة، والمراقبة تحتاج وجبة خفيفة. ليس قبل يومين من مباراة النصف النهائي أيها الأحمق. نعم. ما هي خطة سوبر سترايكا؟ لا أعرف يا فينس. يتدربون ويبدونك الحمقى. ما المطلوب معرفته؟ أي شيء يعطينا فرصا أفضل في مباراة النصف النهائي؟ ستقام المباراة بعد يومين، ولكن المنافسة بدأت منذ الآن. مقرف، ما هذه الرائحة؟ نكهة مجموعة أجبان. إن السر وراء الشعر البراق هو شامبو الخيول. صديقي، شعري يبدو هكذا طوال الوقت. أتشمني هذه الرائحة؟ أوه يا إلما تدور، عليك تبديل جواربك بعد التمرين. صحيح. كيف تقول هذا؟ ألبس الجوارب لمرة واحدة ثم أبيعها عن طريق الإنترنت. يا شيكس، هل تريد أن تجرب لعبتي الجديدة في منزلي؟ إنها ذات جودة عالية. رائع، ولكن شكراً لا أريد. آسف يا سكارا. لدينا مشاكل أكبر من هذه الرائحة الكريهة. شيكس يخطط لشيء لا نعرفه. وكيف لك أن تعرف ذلك؟ لابد من إيجاد شيء مهم ليمنع هذا الأحمق من تجربة لعبة جديدة. لا، البطاطا خاصتي. سأعيد أساطير الكرة إلى الملاعب. مباراة واحدة، سوف آخذ الأمور ببساطة. حسناً يا أساطير، أتستحقون هذه الألقاب حقاً؟ أهلاً. أنصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. حسناً، يجب أن يكون الأداء أفضل من الكلام. أنت هنا لتقوم بتحطيم سوبر سترايكا وليس كرامتك. تمرين محاك للواقع؟ يا للروعة، شيكس يواجه وحده فريقاً من الأساطير. جيد أنني أحضرت هذا. أعطني هذا. هل تعلم خطورة هذا على جسمك؟ آه.
انصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. فعلاً البروفيسور أخبرنا أن قدراتكم كبيرة، ولكن علي الآن العودة إلى أرض الواقع. أكل غير صحي يا بلوك. ضربة الشمس خطيرة جدا يا إلمتادو. أيها المدرب، أعلم حرصك على ألا يصيبنا أي مكروه، ولكن ألا تعتقد أنه مبالغ فيه؟ أنت لن تكون حذرا بما يكفي يا تايجر. نعم أيها المدرب، أحتاج منك أن تتوجه إلى مختبري في الحال. لا تنظر إلي هكذا، فأنا لا أرتدي جوارب حتى. إن هذه كارثة، هناك مؤامرة، أحدهم قام بتخريب آلاتي. وشيكس بروف، أخرجه من المحاكاة. لا أستطيع، إن اللوحة معطلة. ألا نستطيع نزع التجهيزات عنه؟ لا، إذا نزعنا الآلة عنه فإن دماغه سوف... دعنا فقط نقول إنه ليس خياراً. لخروج شيكس من هذه الحالة يجب أن يربح المباراة. لن أتحمل ذلك، لابد من وجود طريقة للخروج. ساعدوني رجاء. لن يتغلب شيكس على أساطير الكرة بمفرده. انتظروا انتظروا، هل جننتم جميعا؟ إن هزمتم ستبقون عالقين إلى الأبد. إنها مخاطرة وسنفعلها. أنا متسرع وأحمق. هذا صحيح. أنت محق. تماماً. حقاً. دائماً تريد أن تجرب كل شيء وحدك. أتيتم من أجلي؟ ولكن ألا يعني هذا أنكم عالقين أيضاً؟ لن نكون عالقين في أي مكان. شباب، ما هذا؟ علينا أن نهزم أساطير الكرة ونعود سالمين. نحن فريق واحد، نحن نربح معا ونخسر معا أيضا، كما أننا نعلق في آلة المحاكاة إلى الأبد معا. يمكن أن أشاهدهم يلعبون وأنا على دكة البدلاء، ولكن هكذا بالتأكيد يوجد ما أستطيع فعله. هل يمكنك إعطائي هذا المفك لو سمحت؟ انصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. أعرفكم بأساطير الكرة الجدد. Thank you.
ملاعب عظيم، ولكن هم أساطير. لماذا تكرهني آلة المحاكاة؟ سوف يبقون هناك لوقت طويل، سيكون شيكس في ورطة حقيقية. سكارا، وصلتني معلومات عن سوبر سترايكا. أنا لدي معلومات أكثر يا فينس، ونصف النهائي سيكون أسهل بكثير مما توقعناه. ها؟ سأغلق الآن. عادة تكون بهذه الدناءة يا سكارا، ولكن فعلا تفوقت على نفسك هذه المرة. فعلا حسنا، أعتقد أنك تدرك أننا الرابحون، والآن أخرج من سيارتي. مهما يكن. سكارا، أعتقد أنني أكثرت من البطاطا. لا يمكن لأحد أن يعبث بتحضيرات فريقي. لا لا، أخرجني من هنا. لا لا، أخرجني من هنا. انصتوا يا شباب، القوة، الدقة، والجرأة، البقاء للأقوى، لا مكان للضعفاء. سأحطم كل من يقف في طريقي. أنا منزعج جدا، إن ما يحدث يثير الغضب وبمنتهى السرعة. أنت لم تعرف الغضب بعد. ربما عليكم أن تدركوا شيئا، إن هذه محاكاة للاعبين، إنهم ماهرون ولكن ليس لديهم جديد. ولكن نحن نستطيع. آسف أيها المدرب، علمتني ألا أقع في الفخ مرتين. لقد تعلمت هذه الحركة منك، أما هذه فمن مهاراتي. ها. أبقها منخفضة. أنا أكره نفسي بالفعل. ليس سيئاً يا شباب، ليس سيئاً، محاولات أخرى وسنتمكن منهم. في الحقيقة إن جهاز المحاكاة أصبح في وضع حرج جداً. إن تربح المباراة سوف ينتهي أمركم، سوف نكون عاجزين عن مساعدتكم. انتهى كل شيء للأبد. أدركوا حقيقة الأمر. ماذا سنفعل؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ لاعباً للاعب سيكون الأساطير أفضل. يا لها من معلومة جديدة. ولكن أجيبوني، ماذا يرتدي كل منهم؟ أزياء مختلفة؟ هذا لأنهم لا يشكلون فريقاً، وإذا لعبنا كرجل واحد سنتغلب عليهم حتى لو كانوا أفضل منا كأفراد. واحد، اثنان، ثلاثة. سوبر سترايكا مؤثر للغاية. هجمة عكسية، يجب علينا أن ننهي هذا الآن، وإلا ستكون النهاية. هيا!
الماتادور مرر لي. قادمة إليك يا شيكس. سدد الكرة في الحال. أهلا بكم في النصف النهائي من الدوري الممتاز مباشرة من سترايكرلاند. انفصل اليونايتد موجود بالملعب، ولكنه من الغريب أن الفريق المضيف لم يصل بعد، وهذا غريب على المدرب، فهو معروف بصرامته مع فريقه. لقد سارت الأمور على أفضل ما يرام. حسناً، في الجزء الأخير منها. سكارا. وأخيراً وصل لاعب الفريق الأحمر، وتبدو على وجوههم الثقة الزائدة. سوف تبدأ المباراة. المتنافسون المحليون وعمالقة الدوري الممتاز، من سيربح يا مان؟ أنا لا أعرف يا بريندا، ولكن مهما كانت النتيجة إن هذه المباراة سوف تكون أسطورية. ياه، أنا أحب اللعب في ريو. المنظر جميل والطقس الرائع أيضاً، والأفضل من ذلك السامبا. واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان. اليوم يوم سعدك يا صديقي، أعرف أفضل مدرب سامبا في ريو كلها. ولماذا المدرب؟ هل أبدو كمن يحتاج إلى دروس؟ ها، تحلى بالصبر يا الماتادور، يمكنك تعلم المزيد. شباب، نسيتم أهم ما يجذب الناس إلى ريو، إنها مباراتكم ضد فريق بالمنتيري. إنهم مستعدون وعلينا أن نتهيأ جيدا. إذن لماذا أتينا إلى الشاطئ؟ من أجل تدريب جدي جدا جدا. يا للحظ، يوم رائع في أحلى مكان. انتبهوا يا شباب، بالمنتيري يهاجمون بكثافة مما يجعلهم خطيرين، لكنهم لا يصدون الهجمات المرتدة. والتمرين على الرمل سيحسن سرعتنا. تماماً، خطة اللعب بسيطة، دفاع قوي، أخذ الكرة، ثم تمرير الكرة إلى تايجر. سيستخدم تايجر حركته الدبوسية ليأخذهم على حين غرة. أي أسئلة؟ أجل، هل هذه صورة تايجر؟ ترغبون بدروس للرسم؟ أعرف أفضل معلم في ريو كلها. إنها لاك تايجر. حسناً، لنقم بالدوران. كابتن تايجر، تستطيع اللعب ضد بالما، ولكن إذا عرضت ركبتك للضغط فلن تلعب لأشهر. آسف يا تايجر، لا يمكننا المخاطرة، وهذا يعني لا 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 لحركتك الدبوسية. هاي، تحتاج إلى بعض موسيقى الكمان؟ أعرف أفضل معلم موسيقى في ريو كلها. أعذرني، لست مهتماً. هاي،
ما هذا؟ يا صديقي إنها الكابويرا، الفن العسكري البرازيلي. إذن دعني أخمن، تعرف أفضل معلم في ريو كلها؟ إنه يدرب في تلة هوسينيا. ما زال بإمكاني أن أكون تويستينج تايجر. اسمعوا يا شباب. نعم نعم، تمرين جدي جدا جدا. في الواقع سأعطيكم يوما إجازة. غير معقول، لقد تمرنتم كثيرا البارحة، لذا حجزت لنا أجل ليوم كامل أجل في جولة استطلاعية. أجل. أهلا في حافلة ريو دي جانيرو الاستطلاعية. تهيأوا لساعات وساعات من الحقائق الممتعة المتلاحقة. لسوء الحظ تكييف الهواء معطل، ولكن إذا نظرتم أسفل مقاعدكم ستجدون كيسا مجانيا من الفول السوداني. جميل، شكرا. هذا الطريق حتى التمرين الجدي جدا جدا يكون أفضل من هذا. تاريخ مميز فقد بناه والد الصناعي. ماذا بك يا فتى؟ وجدت طريقة جديدة لأداء الإعصار الملتف بحيث لا تؤذي ركبتي، ولكن أنا عالق هنا. اطمئن يا فتى، سنتغلب على بالما. لا علاقة للمباراة بذلك، أنا تويستينج تايجر، ودون الإعصار الملتف أصبح دون هوية. عمل جيد يا شباب، بأداء كهذا الليلة سيكون سوبر سترايكا في ورطة كبيرة، وخاصة مع عدم مشاركة تايجر. دونالدو لا تكن واثقا جدا، فما زال سوبر سترايكا يملك أوراقا رابحة كثيرة، والمدرب لديه خطة بديلة. حان الوقت للتمرن على الكرة الرأسية. وإذا ألقيتم نظرة إلى الخارج ستجدون جبل شوغرلوف المدهش. مدهش، وهل سنصعد الجبل؟ ليس ضمن خطتي الرحلة. وأيضا إلى اليسار ستجدون منطقة لابا، وهي مشهورة بحفلاتها الصاخبة، لكنها ليست ضمن خطتي الرحلة. الآن سنرى على اليمين تلة هوسينيا المشهورة. تلة هوسينيا، إنها هي. سأتعلم هناك الكابويرا، فلتساعدني في الخروج من الحافلة. سأساعدك. حسنا. المواد الغذائية. مهلا يا شباب، حان الوقت لنعرف بما يفكر كل منا. إن هذه الرحلة مذهلة حقاً، يجب أن نقوم بمثلها في كل مدينة. أنت سخيف. هيا اذهب أيها المشاكس. اهدأوا. اجلس. هيا شباب، اتركوا شيكس وشأنه، فهو محق. هذه الرحلة تقدم معلومات كثيرة. أهلاً. حسناً، أين ذاك المعلم؟ إنه أنت؟ لحظة واحدة، أأنت الفنان والموسيقي ومعلم السامبا؟ إيقاع، رؤية، تعبير. إن الكابويرا تجمع كل هذه الأشياء. وأيضاً اسعى من أجل رزقك. ها؟ أول خطوة لتعلم الكابويرا هي الجينجا.
أمتأكد أنها ليست رقصة السامبا؟ الجينجا هي الأساس لحركة الكابويرا، تعلمك التحول من الدفاع إلى الهجوم في لحظة. الخدعة هي جعل خصمك يبادر بالحركة الأولى، ثم وبعد أن يتراخى دفاعه الهجوم المعاكس. حديقة بوتانيكال هي المكان الأنسب لتمضية يوم حار جداً جداً كهذا اليوم، ولكنها ليست ضمن خطط الرحلة. أرجوك توقف، أنت تفسد رحلتنا. في المحطة القادمة علينا الخروج من هنا حالاً. حسناً، إنها فرصتنا. مهلاً يا شباب، من غير اللائق أن نغادر دون معرفة المدرب. وهذا هو النصف الأول من الرحلة. أما بالنسبة إلى الأربع ساعات، علينا الخروج من هذه الحافلة. ها أحسنت، عمل جيد يا فتى، تابع العمل. متى سأقف على يدي وأدور؟ اصبر يا تايجر، لما العجلة يا فتى؟ لا أعرف يا صديقي، يبدو أني لن ألعب، ولكن علي حضور المباراة ومساندة زملائي. اطمئن يا صديقي، لدي أفضل مقاعد في ريو كلها. جميل. ها؟ ماذا؟ يتدربون على مواجهة لينكي، يعرفون خطتنا. جاو، عليك أن تعلمني الحركة الآن. ريو دي جينيرو، أرض ركوب الأمواج وكرة القدم والسامبا، وهي حقا مكان ملائم للعيش في الهواء الطلق. وعلى يمينكم ستشاهدون شاطئ كوبا كابانا. أنا لا أصدق هذا. تخيلوا أنفسكم للحظة على الرمال البيضاء الجميلة والرياح والمحيط. حسناً، راقبني. والآن حاول أنت. حسناً، بذلت جهدك يا فتى، لكن تحتاج إلى قليل من التدريب. هاي، ما علاقة هذا بالتدرب على الكابويرا؟ لا شيء، لكن شكراً على المساعدة. ممتاز. أنا مستعد. أنا آسف أيها المدرب، ولكن الرحلة كانت حقاً مملة. أنا أعرف، بقيت لثلاث ساعات أخرى في الحافلة. هناك شيء آخر أيها المدرب، نحن لا نعلم أين تايجر. لا تقلق بشأن تايجر الآن، لدينا خطة اللعب ولدينا اللاعبون، وعلينا أن نحصد النتيجة. تايجر، تذكر يا صديقي، لتتقن الدوران استخدم حركة الجينجا. شكراً، حصلت على ما أريد. على الأقل افعل شيئاً واحداً لأجلي. ما هو؟ خذ الإعلان لأصدقائك. أهلاً ب
بكم في مباراة بالمانتيري وسوبر سترايكر من ملعب رامبا. المبدعون البرازيليون لديهم جانب قوي، ولكن سوبر سترايكر يفتقدون خدمات تايجر. وبما أنهم يفتقدون لاعبهم المميز، هل لدى سوبر سترايكر خطة أخرى؟ نعم، فالكرة ذاهبة للاعب الطويل. أوه، لسوء حظ المدرب، فإن هذه الخطة غير فعالة بالمرة. وها هو الهدف. هدف رائع من لاعب السامبا. لا وجود لتايجر، كرة طويلة وفشل. مشجعي سوبر سترايكر يأملون بخطة ثالثة. أعتقد أن الخطة الأولى قد وصلت للتو. يا للروعة! ماذا أقول؟ ريو مدينة مذهلة. أين كنت؟ عدم وجودك في القائمة لا يعني أن زملائك لا يحتاجون دعمك. سأقدم أكثر من الدعم، أستطيع أن أربح المباراة. هل تعني؟ الإعصار الملتف سيعود إلى العمل. يجري سوبر سترايكر أول تبديلاته، ينزل تايجر بديلاً للينكي. ها؟ لحظة واحدة، إذا كان تايجر الخطة ألف وجاء بعد الخطة باء، فالخطة باء هي الخطة ألف والخطة ألف هي. أحضروا لي قلماً وورقة. الكرة مع تويستينج تايجر، هل سيحقق لفريقه؟ حسناً، لم نشهد عودة مؤثرة كهذه. لقد قلب حركته المميزة رأساً على عقب. لا بد أنه ما زال في حصة تدريبية. أين سرعتك يا تايجر؟ نحتاج إلى ارتداد سريع. ماذا يحدث مع كابتن تايجر؟ يحتاج إلى استخدام الجينجا. يحتاج ماذا؟ من الطريف أن تسألي. يحاول تايجر أن يقدم كل ما لديه. صافرة نهاية الشوط الأول. أجل، لم يسعف الشوط الأول تايجر لينهي هذه الحركة. حسناً، لنشرح الشوط الأول. سوبر سترايكر طبقوا الخطة ألف والخطة باء والخطة ألف باء، ولكن بما أن الخطة ألف هي الخطة باء ومجموع باء وألف هو، كان لديهم نسختان من نفس الخطة. أحتاج ورقاً أكثر. اللعب الفردي، عدم الالتزام بالتعليمات، ليس من عادتك يا تايجر. لدي حركات الخاصة الجديدة، أنا الآن أفضل من أي وقت مضى. لن تكسب المباراة من حركة واحدة. أجل. ولماذا إذن اسمي تويستينج تايجر؟ اسمع يا تايجر، قدم لي أحد ذات مرة نصيحة رائعة: كن متطلعا إلى الأمام فلا تتوقع ما يمكن أن تتعلمه. أنتم محقون، بالطبع أنتم كذلك. أظنني تعجلت لأستعيد هويتي وفقدتها. لستم فقط من يجب أن أصغي إليهم. يبدأ الشوط الثاني، والمفاجأة الآن أن فريق بالمنتيري هو من يهاجم. ولكن السؤال الذي يدور في رؤوس الجميع هو: بما أن الخطة باء كانت ألف فالخطة جيم هي الخطة باء، فهل لدى سوبر سترايكر الخطة جيم والتي يمكن أن تكون الخطة دال؟ متأكدة أنه لا يوجد أحد سواك يسأل هذا. الكرة مع دونالدو، ولكن تايجر ينتظره. انتظر الخصم ليقوم بالحركة الأولى، وعندما يتهاوى دفاعه الهجوم المعاكس.
في البداية الإعصار المقلوب، والآن استخلاص رائع. ماذا بعد؟ حركتان في حركة واحدة، الدوران من الدفاع إلى الهجوم في لحظة. إنه يقلب عالم فريق بالمار رأساً على عقب. أوه. يملك حقاً قوة خارقة. أجل، لاعب من هذا النوع يشكل مرتكز كل خطط فريقه. يمكنك الحصول على توقيعي، وأيضاً يمكنك الحصول على رقمي. هذه هي الحياة. تخلصنا من رحلات الاستطلاع، صحيح أيها المدرب؟ أوافقك تماماً. أكان أعصاراً ملتفاً مقلوباً؟ من أين أتيت بهذه الفكرة؟ أحد معلمي الكابويرا علمني إياها. ماذا؟ هذا الدوران رفيع المستوى. هذا صحيح، أفعل أي شيء لأتعلم من ذلك المعلم. أوه هي هي. إن هذا هو يوم سعدكم. العميل واحد، العميل اثنان. نحن من لجنة انضباط بطولة الدوري، كيف أساعدكما؟ لدي مباراة علي الاستعداد لها. عذراً سيدي، لكنك ستتخلف عن اللعبة. حقاً، ولماذا؟ ترخيصك للتدريب انتهت مدته. سأتعامل مع هذا لاحقاً، علي أن أجهز الشباب من أجلي. القاعدة الثامنة تقول لا يسمح بالتدريب لغير المدرب المرخص له. والآن نرجو أن تأتي معنا. المدرب بصحبتنا في طريقنا إلى المقر. وقت الحلوى لبو. أيها المدرب، أين أنت؟ في مقر بطولة الدوري. ترخيصي للتدريب قد انتهت مدته. ماذا؟ علي أن أعيد اختبار التدريب قبل أن أستطيع القدوم إلى اللعبة. أسيجعلونك تجدد رخصتك للتدريب؟ لقد ولدت وأنت تحمل الرخصة. حتى المدربون الآخرون ينادونك بلقب المدرب. لكن ماذا عن خطة اللعب؟ نعم، نحتاج إليها الآن. لا يسمح لي بإعطائكم أي نصيحة، لكن باستطاعتي أن أقول كل هذا مجرد قرص في مقلاة يخزن ما في العقل في حال جيدة. عذراً، أنا أبحث حول الشجيرات. سأنهي المكالمة وسأتصل حالما أنتهي. لكن المباراة ستبدأ. مرحباً في مقر بطولة الدوري. من الأفضل أن يكون المدرب محروماً، لأن هذا كان أسوأ خطاب تحفيزي أسمعه في حياتي. أنا لا أفهم شيئاً. ربما لم يكن يقصد أن نفهم. ماذا تقصد؟ هل كان هذا شفرة سرية؟ القرص في المقلاة يخزن ما في العقل في حال جيدة. أبحث حول الشجيرات. قرص تخزين في الشجيرات.
حسناً أيها المتنافسون، أدلوا بأسمائكم وسبب مشاركتكم باختبار التدريب. مرحباً، أنا هيلينا، أريد أن أصبح أفضل مدربة في البطولة وتحطيم من يقف في طريقي. التالي. مرحباً، أنا نورمان أو نورم أو أياً ما تريدين. أنا هنا بسبب أنني أميل إلى التفكير التكتيكي. وأخيراً سيدي، مرحباً، أنا المدرب. وأنا هنا لأن لدي مباراة لأربحها. هل وفق أحدكم؟ جيد، المدرب لديه ثلاث طرق للتغلب على دفاع ايرون تانك. كلت المشكله. لكننا بحاجه لموهبه تدريب كي تفسر هذه الخطط. ابتعدوا. اتبعوا الطريق المتعرج واحذروا العلامات الكبيره، يبدون خطرين. ماذا تقول؟ كيف يساعدنا يا الماتادور؟ لحظه، الماتادور ليس مخطئا، هذه العلامات هي اخطر شيء في بطوله الدوري الان. قوات الكولونيل أحبطت هجمات أفضل الفرق بتشكيلها الدفاعي الجديد. سيحتاج المدرب إلى نوع من العبقرية كي ينتصر في هذه المباراة. لكن أول ما يحتاج فعله هو أن يأتي إلى المباراة. ما الذي يمكن أن يكون أهم من هذا؟ سنختبركم لمعرفة إن كنتم مؤهلين لكي تكونوا مدربين. هل حقيقة كوني ربحت الكأس ثلاث مرات غير معتبرة؟ القواعد هي القواعد. في الحقيقة أيها المدرب، أنا مندهشة لكونك أهملت ترخيص التدريب. على حد علمي لم أفعل. توقف مكانك سيدي. أنت تعلمين أن فريقي يلعب الآن، كيف سأستطيع متابعة المباراة؟ أنا أتفهم أيها المدرب، فعلاً أتفهمك، لكن... القواعد هي القواعد. فريق سوبر سترايك يهاجم، لكن يجب عليهم أن يجدوا طريقهم خلال هذه التشكيلة الدفاعية الممتازة التي تتألف من خطين من الرجال هائل الحجم، ستار حديدي. التكتيك الأول، سنلعب بشكل ثنائيات حول الستار الحديدي. تمريرات محكمة من لاعب سوبر سترايكا. ليست محكمة بما يكفي كي تمر عبر الستار الحديدي. يربح الكولونيل الجولة الأولى من المعركة التكتيكية. ليس هذا صعبا جدا عندما يتخلف مدرب خصمك على الظهور. اتخاذ القرارات التكتيكية الصحيحة في الوقت الصحيح يجعلك تربح المباريات. في اختباركم الأول يجب عليكم أن تعدلوا تشكيل فريقكم لكي تتفوقوا على مواقف الحاسوب. انتهيت. عمل رائع، والآن لنحاول مع مواقف أصعب بقليل. إجابة صحيحة. وماذا عن... ألديك شيء آخر؟ لقد واجه جميع هذه المواقف. ماذا بعد؟ أشعر أن قربي منه سيجعلني مدربة. هل سيوقع على وجهي؟
يهاجم سوبر سترايكا مجدداً. هل باستطاعتهم النجاح هذه المرة؟ التكتيك الثاني. سنقذف الكرة من فوق الستار الحديدي. يبدو هذا واعداً بالنسبة إلى مهاجمي سوبر سترايكا. لكن مرة أخرى يغلق الستار الحديدي في وجوههم. يبدو أن المدرب أعطى معلومات لفريقه. لم نتحضر لهذا. لا تقلق، من دون وجوده هنا لن يواجه سوبر سترايكا سوى الستار. الاختبار الثاني سيضعكم في مواجهة إحدى القوى الأكثر تحدياً وصعوبة، الصحافة. هناك مشكلة. لحظة من فضلكم. لقد نسيت كلمة المرور. جرب 1 2 3 4. كلمة مرور. اكتب كلمة مرور. جرب أن تطفئه وتعيد تشغيله. ليست هذه ترتيبات الأمان التي تتوقعها في مقر بطولة الدوري. نعم، شيء مريب. ماذا تعني؟ كي تصبح مدرباً أنت بحاجة إلى 3: الدافع، التكتيك، والإحساس الداخلي. وإحساسي الآن أسوأ مما شعرت به عندما تلقيت الهزيمة الأولى. كان علي أن أغامر. اسمعاني جيداً، ليس لدي وقت حتى أكتشف ما الذي يحدث. يمكن الاستفادة من مدربين مساعدين. جيد، حسناً، من سيبدأ؟ نورمان، السؤال الأول، ستواجه فريق إنفيزيبل يونايتد، كيف ستتعامل مع سكارا؟ أنا لدي بضع أفكار. سأستخدم خط وسط مركزي كي يمنع سكارا من المرور عبر الفراغ خلف الدفاع، ثم حركة الأطراف العكسية ستوقف الخطر من الأطراف. عندما يهاجم سكارا سيدافع الأطراف، وعندما يدافع سكارا سيهاجم الأطراف. مفهوم؟ عظيم. حسناً، الآن المرحلة الثانية تصبح الأمور فيها أكثر تعقيداً بقليل. إذن هل ستخبرني ما الذي يحدث؟ أنا لا أعتقد أن ترخيصي انتهى بالمصادفة. أحتاج إلى دليل. قرص في مقلاة يخزن ما في العقل. إن هذا لا يعني شيئاً. توقف عن الهذيان، هذا ليس عملك أيها العميل واحد. أين سنجد هذا؟ الدليل؟ كاميرات المراقبة؟ أشعر أن اختبار التدريب هذا لا يجهز الشخص للتدريب. ليست لديك أدنى فكرة. ها؟ نحن بحاجة إلى بطاقة دخول. لسنا بحاجة لهذا. القوة هي الوسيلة الأفضل للمرور من العوائق. حسناً، لنبدأ من الليلة الماضية. هل ستراقب كل هذه الشاشات معاً؟ عندما تحللين كل شيء 5 ساعات كل يوم تعتادين على هذا. هذا عطل؟ أو أن أحدهم يحاول إخفاء أثره. حسناً، يبدو أن فريق إيرون تانك سعيد جداً بالحفاظ على التعادل. سوبر سترايكا يكافح من أجل الحصول على فوز بأرضه. التكتيك الثالث، أركضوا بشكل مخادع لكشف المنتصف وسأتكفل بالباقي. مهاجمو سوبر سترايكا يهاجمون، لكن راستا لا يجد نقطة ليمر منها. هذا كله مكيدة.
وفريق آيرون تانك وقع فيها. أوه، كان ذلك قريبا، لكن شباك آيرون تانك غير قابلة للتسجيل الآن وليس غدا. سوبر سترايك بحاجة إلى مدربهم. هل تتذكرون ما الذي تحدثنا بشأنه في الجزء الأول من الاختبار؟ بالطبع لا. ماذا حدث؟ أظن أنني أوضحت مقصدي. أيها المدرب، دورك. خطاب وقت الراحة أحد أخطر مهام المدربين، كما أنه اختبارك النهائي. أمر طريف، لدي خطاب الآن، لكنه ليس من أجلك، إنه من أجل فريقي الذي يقاتل ويكافح من دوني، وأسوأ ما في الأمر الإيقاع بي. الفتحة في النافذة، كلمات مرور جديدة، صور مراقبة مفقودة. لقد تم اقتحام هذا المكان، وصادف أن ينتهي ترخيصي في اليوم نفسه الذي سنواجه فيه آيرون تانك. اقرأ ما بين السطور يا سادة. بين السطور. أنتم تتصلون بالمدرب، لماذا تتصلون بي؟ إنه يوم المباراة. هيا أيها الرجال، لن نستسلم أبداً. كل ما نحتاج فعله ليس لدي شيء أقوله. التدريب أمر صعب جداً. هيلينا، نورمان، لسوء الحظ عليكم المحاولة مجدداً. أيها المدرب، نتائجك حسنة جداً جداً جداً. ها؟ ماذا؟ ألن تبقى لتحتفل بلحظة فوزك؟ لدي 5 دقائق قبل أن يبدأ الشوط الثاني. إن لم أوصل الرسالة إلى الشبان سأكون فشلت كمدرب بترخيص أو بدونه. هذا يعني أنك وجدت طريقة لتمزيق الستار الحديدي. هل أنتما قادمان؟ لا تستسلموا، المدرب سيتصل من أجلنا، أعلم هذا. دانسينغ راستا، لماذا تتصل بي؟ إنه يوم المباراة. حسناً، إليكما ما سنفعله. نورمان، أريدك أن ترسم مخطط اللعبة الذي سأضعه. إن هذا شرف كبير. هيلينا، جيني لنا أسرع الطرق إلى الذهاب إلى سترايك هالاند. وجدته مسبقاً. سأحذركما، أنا أقود كما أدرب. لقد بدأ الشوط الثاني. كما يبدو أن أفكار سوبر سترايك قد نفذت أخيراً. هذه اللعبة تحمل التعادل في كل تفاصيلها. راستا، يبدو أنه وقت صعب بالنسبة إليك وإلى مدربك أيضاً. نفذت الأفكار من فريق سوبر سترايك. هيا! فجأة يعود فريق آيرون تانك إلى الحياة. أيمكنهم إرسال الضربة القاضية في اللحظات الأخيرة؟ لكن حقاً، المدرب قال 4 جمل تقريباً. موضوع البحث حول الشجرة تبدو جملة واضحة جداً. توقف عن الهذيان، دائماً تفعل هذا بي. توقف أيها المدرب، القاعدة 8، لا يسمح بالتدريب لغير المدرب. القاعدة 1، ابتعد عن طريقي. أداء آيرون تانك الهجومي يحظى بالزخم. واو، هذا هو الدخول الاستعراضي. هل يستطيع المدرب أن يجعل لاعبيه ينهون المباراة لهم؟ استريحوا، من المستحيل أن ينجح بإعداد خطة جديدة ليس وهو يجري الاختبارات.
كيف تجري الأمور؟ ليست جيدة أيها المدرب، لم تنجح أي من حيالنا. حسناً، إن لم ينجح اللعب على الأطراف أو من فوق الستار الحديدي، سنجرب اللعب بين الخطوط. التكتيك رقم 4، تمركزوا في المكان ما بين الخطين في الستار الحديدي، أحبطوا فريق تانك وأجبرهم على التقدم، من ثم سنستفيد من الفراغات. هل باستطاعة السوبر سترايك النجاح فيما فشلوا فيه طوال المباراة؟ لقد تمركزوا ما بين خطوط الدفاع. لا يدري أوبر إن كان عليه الحفاظ على مركزه أو التقدم إلى الأمام. هيا هيا، كم من الوقت عليك العمل كمدرب كي يتوقف هذا الانفعال؟ أتمنى لو أعرف. توقفوا عن هذه الحماقة. هدف! استطاع فريق سوبر سترايك أخيراً اختراق الستار الحديدي. أنا أحبه. عمل جيد يا أختاه. عملتما بشكل جيد، لكن لديكم الكثير كي تصبح مدربين في بطولة الدوري. نعم، لأن مواجهة مدربنا سيكون أصعب اختبار في حياتكما. أهلا بكم في مقر بطولة الدوري. بسبب خرق أمني قررنا إعادة الاختبارات لجميع المدربين. هذا مزعج حقا. لا، هذا غير معقول. أتفهم ذلك، أنا فعلا أتفهم، لكن القواعد هي القواعد.